سلام البنات، المهم صباح الخير عليكم كاملين. اليوم ان شاء الله اول نهار ديال لو دي كونفينمون، وغادي نخرج ندير واحد الدوره خفيفه، نشوف غير شنو هو الوضع على برا، ومن بعد غادي ندوز نقضي واحد الغرض بالزربه. وقلت علاش لا ما بارطاجيش معكم هذا النهار ديال لا بروميير جورني ديال لو دي كونفينمون، نشوفوا كيفاش غادي كيفاش داير الوضع على برا، واش كاين الناس واش ما كاينش الناس، واش ايفيكتيفمون القهاوي حالين ولي ريستورون حالين كيف ما تيقول كيقولوا الناس كامله، ولا غير اشاعات. دونك خليكم معايا نشوفوا اشنو واقع على برا بالزربه. غنديروا دوره خفيفه ظريفه، نمشيو نجيبوا فيها القهوه ديالنا ديال الصباح، وخليكم معايا. المهم انا خرجت اول خرجه خرجت اليوم ابخي لو دي كونفينمون، وجيت غناخذ ستاربكس ديالي راهم سادين، مازال ما كاينه حتى شي حاجه سيغ بلاص. المهم اللي بغى شي حاجه راه كياخذها وكيديها مع هادشي اللي كاين. المهم جيت ناخذ القهوه ديالي لانه صراحه توحشت القهوه ديالي وجيت ناخذها. هيا غتوجدها. مهم راكم عارفين العشاق ديال ستاربكس راه ما يمكنش ليهم يعرفوا انه عنده الامكانيه ديال يشري وما يجيش يشري. ميرسي. مصيف سي بون. اي دونك فوالا. المهم الخبز ها هو القهوه الواعره خديناها، ما بخلناش على راسنا باحسن قهوه هاد الصباح، وهذا الشيء اللي كاين. الله احسن قهوه، احسن قهوه هي هذه. المهم البنات انا اليوم خرجت باش ناخذ غير هاد القهوه ديالي باش ما نحرمش راسي منها. اليوم كاينه الامكانيه وغادي نمشي في حالتي للدار باش نشرب القهوه ديالي. وهذا مكان كيف العاده، خديت البنات امريكانو نوازيت فانتي، هادشي اللي كاين. يلا انا غنمشي دابا للدار، يجبو دي اتو طالير ان شاء الله حاجه اخرى. ورا المدينه خاويه وكاين ما يدار صراحه، اللي ما غيخرجش باش يخدم ولا شي حاجه للضروره غير يبقى جالس في الدار. راه عندكم ما يدار في السنقه. المهم هذا مكان فيديو قصير خفيف ظريف كالعادة. tu peux passer par là. راه كلشي باقي ساد، كلشي باقي ساد، راه ما يمكنش زعما اللي كيسحب له انه القهاوي غادي يحلو ولا لي ريستورون غادي يحلو ولا كاينه لا ريسبسيون سور بلاص، راه ما كايناش. يعني راه نتوما كتشوفوا من زعما حتى القهاوي الكبار ما كاينش، ما كاين والو، غيبداو يخدموا ربما على لا ليفريزون وماشي دابا حتى لا ليفريزون، راه حتى ل 10 في الشهر عاد ما ربما غيبداو يخدموا على لا ليفريزون. اما صراحه يعني لا كليونتيل اللي تديبلاصا ولا كتعرفهم وهذا كتمشي سوغ بلاص، راه كيقدروا يتعاملوا معاك ويعطيوك قهوه امبورتي. مي راه ما كاينه حتى شي حاجه مع داك الشيء ديال انه راه القهاوي حالين ولي ريستورون حالين، لا راهم حالين. مثلا كتلقى الكايف سي حال وكتلقى دي ريستورون اخرى حاله، ولكن كيديروا غير لا ليفريسون بوحديتها، راه حتى واحد ما كيمشي يقعد سوغ بلاص ولا ياكل سوغ بلاص. المهم هادشي اللي كاين، غنمشي دابا في حالتي للدار، جي دي شوز افير وان شاء الله اون فا سي كابتي اون فوا سوغ بلاص. المهم البنات انا راه يلا دخلت للدار كيف ما كتعرفوا، قبيله خرجت صراحه بلا فطور، دابا عاد غادي خصني نمشي نوجد الفطور ديالي. مهم انا يلا وصلت غسلت يدي مزيان بعدا من مهم باش كنحيدو لو ريسك، مالغري كنستعملو داك
داك لي ديزانفيكتون الى اخره. مي اون فوا كترجع للدار ضروري خصك تغسل وتعاود. ودابا شكون نقول لكم انه انا رجعت للدار جيت غير كنشوف شي حاجه هنايا مهم هي القهوه ديالي حدايا، ولكن دابا خصني نمشي نوجد الفطور ديالي. راكم عارفين الى ما فطرتش انايا لي زومليت ديالي ديال الصباح راه بحال حتى شي حاجه ما درتها. المهم خليكم معايا غادي نمشي نوجد لي زومليت ديالي ديال الفطور ديال الصباح. دونك فوالا فوالا هادشي اللي كاين البنات وخليكم معايا. دونك هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا دخلت الكوزينه باش نصاوب لي الفطور ديالي، لانه صراحه قبيله خرجت نقضي الغرض ديالي ودست خديت القهوه ديالي انا كنشرب فيها، ولكن رانا مازال ما فطرتش. دونك الفطور ديالي غادي ناخذ هاد كومونديغاج هاد لي راب ديال الدرا حتى هما كيعجبوني بزاف. دونك الفطور ديال اليوم غادي ندير فيه وحده اوراق ديال سميتو، وغادي نزيد فيه كذلك لا شاركوتري. غندير فيه لا شاركوتري البنات، غندير فيه غير مثلا دو ترونش لانه صراحه ما باغاش بزاف ديال لا شاركوتري. وانا هنا رانا جبدت الكفته ديالي باش ديكونجلا، غادي نصاوب الكفته اليوم الغداء، وغادي نصاوب شويه ديال البرغل. انا هنا درت البرغل ديالي كيوجد، وعندي هنايا شويه ديال البصله ومطيشه في الزيت البلديه ها هما كيتشحروا، وثلاثه ديال البيضات. راكم عارفين البنات انا دائما كنوسخ الكوزينه وكنرول، الحمد لله اللي عندي اللي كيعاوني شويه. المهم غادي ندير البيض ديالي، راكم عارفين الا ما كانش البيض انا راه كنتسمى ما فطرتش. انا كيخصو البيض يكون عندي دائما في الفطور، اذا ما كانش البيض راه جهاد ما كتكونش ناشطه. المهم الفطور ديالي كيخصو دائما يكون فيه البيض. دونك سي سكو جو في فير، غادي نصاوب هاد لومليت ديالي ملي غادي توجد غادي نحطها هنايا فوق من هاد لوراب، فوق من هاد لي جومبون دو داند او بواف، وغادي نقاد لو غولي ديالي وغادي نديرو شويه يسخن من لي دو كوتي فلو غري ديال سميتو ديال البانيني وصافي. هذا ما كان البنات بالنسبه للفطور ديالي. المهم قبل الاومليت ديالي باش ما تلصقش. اي فوالا بسرعه البرق الدراري اليوم راهم كونيكتاو شويه مع لي ميتريس ديالهم، ودابا سالاو لانه حتى لابريميدي جو بونس حتى الثلاثه عاوتاني ومن بعد غيتكونيكتاو. دونك راهم تيلعبوا كتسمعوا الصداع ديالهم حتى لهنا. دونك فوالا فوالا هذا هو الفطور ديالي البنات. مهم انا شاركت معكم هذه الخريجه الخفيفه اللي درت اليوم ستاربكس، نتمنى انها تكون عجبتكم. انا غنحيد هذا الشيء وغنحطه هنايا وسط من الراب ديالي بهذه الطريقه. وانا راه هكا البنات مهم اللي كيعرفوني راهم عارفين اللي كاين، اللي ما كيعرفونيش وعاد كيتعرفوا على شكون هي جهاد وكيفاش كتعيش جهاد واشنو كدير جهاد. تنقول لكم غير بشويه بشويه راكم غادي تولوا تعرفوني اكثر، غير خليوكم معايا وانا كل مره غنعرفكم عليا اكثر وعلى طبعي وعلى شنو كنبغي ناكل كيفاش كنعيش وكذلك اشنو كندير في الحياه ان شاء الله. شويه بشويه البنات غتوليو تعرفوا بزاف ديال الحويجات اللي هي نتمنى تكون زوينه على جهاد، ونتمنى انها تفيدكم كاملين. فوالا هذا الشيء اللي كاين احبيباتي. دونك انا غادي نمشي نفطر ونكمل القهوه ديالي العشق ديالي، هي هذه هي امريكانو نوازيت. و تنقول لكم
الى عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش تدعموني بلي بون كومونتير ان شاء الله، وتنقول لكم جو فوز ام بوكو اي ا تري بيانتو دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. علي جو فو دو تري تري غرو بيزو اي ا تري بيانتو. بيزو باي.